الست اللي ربت شخص غير سوي هي أصلاً مش سوية، بيطلع من تحتها أنصاف رجال. فرحة أمه بيه إنه اتولد ولد وجابت اللي ما جابتوش ولاد بتخليها تنسى تربيه، وبتحسسه إنه كتير على البشرية ومفيش زيه اتنين، فبيبقى بروطة وحلتها، ولا عنده طموح ولا عنده شخصية ولا بيعرف يعني إيه مسؤولية. ابني ما يتبهدلش، ابني ما يتمرمطش. وعودوهم لو مزنوق تديله فلوس، عايز تتجوز خد الجمعية والذهب. فطلعوا رجالة نطعة والأبهات شايلين إيديهم من موضوع التربية خالص. البنات بقى تمردوا على الوضع ده وشالوا نفسهم، حتى لما بقوا يتطلقوا بقى يشيلوا نفسهم وأولادهم، على عكس الرجالة اللي بتقعد تندب ومش بيصرفوا على أولادهم. والحقيقة هو مش بس فيه ابن ماما، هو ممكن بعد ما ماما تتوفى هيبقى ابن أخته، ممكن يروح يحب واحدة هيبقى ابن الواحدة دي. فهو مش بس ابن ماما، هو ابن أي واحدة تدخل في حياته. تفتكري إحنا لو جبنا أولاد هنعملهم بنفس الأسلوب؟ يعني هنربي ابن ماما؟